كل عام زيادة معناتها سبحان الله. ليه 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 تعليمنا مشي يا ناري. انت ريت في سيزيام اني بريمير قبل قبل كيما توا. لكن على الغالب احنا مازلنا بعاد برشا الشيء هذا. شيء غلي اما نكون راسة كراسة ال 24 هذيك كال 24 هذيك اللي كنا نقراو عليها. برمشي شوف سومها توا. ويني كاد المعلم ان يكون رسولا. قرايه على الابواب واللي سيت نتاع الترسيم بداو يتحلوا. اما خير الترسيم قبل كنا بالاوراق ولا توا خير بالانترنت. تحب الصحيح في التعليم كل شيء قبل خير. كل شيء الاساتذه المعلمين المحاشة اللي ما يستاهلش الا من رحم ربي. ليه 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 تعليمنا مشي يا ناري. انت ريت في سيزيام اني بريمير قبل قبل كيما توا. ليه تعليمنا ما تحكيش عليه. ان شاء الله الوضع يتبدل وان شاء الله. هو نورمالمون بالانترنت خير اون ليني لكن على الغالب احنا مازلنا بعاد برشا الشيء هذا فهمتني. مرتها ضغط على الريزو مرات كذا مرات لسيت تقول لك يتحل 15 يتحل بارفوا لو 20 ولا بعد وبرشا مشاكل حصيت وصارت. قاعدين نشوفوا زاد كيف الاسعار كل عام قاعده تتزيد في اسواق الكرارس والكتب وكل شيء وان بلوس السنه الاقتصاد بصفه عامه دونك صار في مشكل زعما ثم مشكل زاد كيف في الاسعار نتاع الكتب السنه. اكيد كل شيء مربوط ببعضه دونك فهمتني خاطر فما لي ماتير بريمير نتاع الكرارس الكتب باش تزيد وخاصه المستورده فهمتني والمعمل نتاع الحلفه هذاك دونك مازال كيرجع معناتها كذا كذا هذيك مشاكل باش تاثر اكيد على الاسعار نتاع الكتب والكرارس وكل شيء. وحاجه اخرى زاد لي فورنيتير سكولير ابار دونك الكرارس الكتب مش الكبيره كل عام زياده معناتها سبحان الله. يقول لك شنو هذاك هو الواقع هذاك الزياده وهذا يعكس دونك الوضع الاقتصادي نتاع البلاد. وضع صعيب برشا بصراحه فهمتني من جميعهم الحصيل ومن الاخر حليل الولي وكهو. ريت حتى شتاء ويدخل القرايه هو مسكين ما ينجمش مع الغلاء والكوي خليه سيف تبارك الله فك علق شيء على بعضه والسيف زعما ما صار لهمش فروحات ما ثماش بحورات توا الزوالي مسكين هاكا تران يكركر صغيرات وخشيش هكا يركب في تران ويتمرمد به ومع سيف ومع الفروحات ومع تبارك الله القرايه جايه مين باش يقسم روح والغلاء يونكوغ ما ثماش راه الادوات ما ثماش ناقصه راه اي وين كيفاش يوفق والله ما صايب هكا لفته كريمه من سيد الرئيس والمسؤولين يرفقوا بالزوالي يرفقوا بيه فريمون يرفقوا بيه والله شيء غلي اما نكون راسه كراسه ال 24 هذيك كال 24 هذيك اللي كنا نقراو عليها برمشي شوف سومها تو شيء كبير شيء معناتها ولينا لا خالتين على خضره لا على ود البحر لا على حوايج كمل عاده التعليم يكمل التعليم هذا هو ديجا داخل في حيط مش باش يولي صغير امانه ويني النفس اللي موجوده باش يقرا الصغير ويني ديجا لي بارون هما فدوا من الغلاء ومن الهم الازرق خلي التعليم تعليم راهو صعيبه الحكايه تعليم يعني اجيالنا أجيال بعد أجيال صغارنا قراية العلم التعليم على الحيط. أنت شد توا صغير اسألوا على حاجة ما يعرفش عليه حاجة اللي ما يستاهلش نقول لك على خاطر المعلم ما عادش يوصل في رسالته على خاطر إذا كان حتى يبدأ ثم إتود ما يقراش تلميذه يحطوا في الحنديرة يحطوا في الحنديرة خرج قانون يسيق اللي يقرأ إتود لبرا يسيق يسيق هكا ولا أي محسوب صارت ما صارتش ويحطوا صغير في الحنديرة ويبدأ قاري ويحط له عدد خايب هذا قال به ربي ويني كاد المعلم أن يكون رسولا. هذه كان في زمن بوعنبة يا حسرة توا كعبات وكعبة كعبات وكعبة يحبوا على المادة يحبوا على الفلوس يهيدوا انت ضد البلاد أمان انت تحب بلادك وانت مربي وتتحسب بيهم مع ربي كون قدوة لتلميذك كون قدوه لتلميذك كي تعمل هكا اش معناتها؟ معناتها حتمت اجيال كامله انت اجيال كامله حتمت وحسبي الله ونعم الوكيل ولا والله في اللي عامل هكا حسبي الله ونعم الوكيل شو اللي يلقى الكرتابه قد ظهره اكبر من ظهره يمشي هكا يكبكب كل رجل الشايب اللي راه الرزن يقول خليت خليت لا ما ثم شيء حل السره
تلقى خيط ولا صغاري تكثر من الكسكسي حاجه اللي ما يستاهلش نرجع ونقول قليل قليل ليه ليه تعليم حاله تعليم حاله كان المعلم كيما البوه راهو عنده هيبته ساعات راهو لي بارون زيد باش ما نظلموش تلقاهم معلمين بالكدا اساتذه بالكدا واليوم ولا البروف ياكل في تريحه من عند لي بارون وسنا احنا عشناه هذا تسيبت البلاد امان خلي شنية الحرية والديمقراطية ليه ثم حاجات ثم أخلاق ثم تربية ثم حاجات عشنا بيها وقعدنا عليها الجار المعلم الأستاذ توا ولي قال شنية وحرية التعبير شهكة جملة حالة ولينا نعيش فوضى كبيرة مثلا مش قوانين كل هيت شاشيتك هيت صباتك يلزم أمور حق. لازم امور فريمون حاسمه مش هكاك سايبين الماء على البطيخ عليه على خاطر قاعدين نضاف قاعدين نضاف وعشرة وعد ربي فهمت فمش شكل اللحمه فمش شكل اللحمه توا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باذن الله عنده مواقف الرئيس ان شاء الله يكمل هكاك وما يرخش والعبيد اللي ينضاف كيف وهذاك يعرف ايش يختار اللي راه هكا لوح وجيب الشباب اللي ملوحه عندهم راهو بالدكتوراه نتاعهم وتبارك الله عليهم حط الشباب حط الشباب يزيك السوسه ايش نقول لك فارحه شاكي نزل صخابيه